تقيد مشاهدينا بإجراءات السلامة المرورية هو أمر أساسي خاصة بفترة الأعياد تما نكون عم نخسر عزيز على قلبنا. رح نكون عم نضوي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا تيريزا شلهوب ناشطة بجمعية اليازا لبنان. صباح الخير تيريزا. صباح النور ريان. تحية لك وشكرا لوجودك معنا. ميرسي لك. يعني نحن بالوضع الحالي بدون ما يكون في أعياد تيريزا، وضع السلامة المرورية بلبنان للأسف هو غير سليم، وهذا الشيء كل العالم بتعرفه، وعم نشهد اصلا بالفتره الاخيره ارتفاع ملحوظ باعداد حوادث السير. فكيف اذا بحاله الاعياد المرتقبه حاليا وبوجود المغتربين والعجقه اللي عم بتصير بالبلد والفوضى، فاذا اليوم بدنا نعطي تقييم للسلام المروريه وتقييم للوضع الحالي شو هو؟ نحن ريان اذا بدنا نحكي اول شيء بنحكي عن اربع شغلات بالسلام المروريه. اول شيء وضع الطرقات والبنى التحتيه. اذا بدنا نحكي عن الطرقات والبنى التحتيه بنشوف انه كل ما تشتت الدنيا نحن بنعلق 3 ساعات على الطريق، بنشوف الطرقات الغير جيده بلبنان، بنشوف انه ما في صيانه جيده للطرقات ودايمه. ثاني شغله بنشوف المواطن اللي بيسوق بكثير قله وعي، ما بيسوق بمسؤوليه. بنشوف المركبات من تاني ميلال كمان ما عم يعني كمان المواطن ما عم ينتبه كثير اوقات على مركبته، عم يروح فريمات، عم يروح كل هالامور هيدي. ورابع شغله بنحكي عليها هو تطبيق قانون السير. ما عم نلاقي تطبيق وصرامه من القوى الامنيه بتطبيق قانون السير. هلا اذا بدنا نحكي عن الاعداد الضحايا، نحن عندنا حوالي 1000 قتيل بالحوادث المرورية بلبنان. هيدي آخر يعني آخر دراسات، عم نحكي 2021. 2023 ما عندنا أرقام واضحة لهلأ، بس أكيد العدد على تزايد. إيه هلأ بال 2023 أكيد تزايد العدد، تزايد يعني. ومش بس هيك، نحن بنعرف حوادث السير ما عندنا رقم واضح لكل حوادث السير اللي بتصير بلبنان، انه يصرح على الحوادث اللي بيجي من وراها يا ضحيه او قتلى، يعني ما نحن عم نعرف حتى عدد الحوادث العامه اللي بتصير بالبلد. تيريزا، هو المشهد ككل يعني بين الطرقات اللي هي غير مهيئه واللي صارت كتير تعبانه، وبين المواطن اللي ما عم بيكون مسؤول ولا عم بيكون عنده اخلاقيات بالقياده، بيلتزم بس برا، بلبنان ما بيلتزم. بنحكي كمان عن عدم صيانة المركبات بسبب هلا الوضع الاقتصادي الصعب، بسبب الغلاء ان كان بالاطارات ان كان بقطع السيارة بكل شيء. بنحكي عن عدم وجود يعني عدم الالتزام والصرامة من قبل، لما نقول عدم وجود القوى الأمنية على الطرقات، عدم صرامتها بتطبيق القوانين، وبنحكي انه كل حدا فاتح على حسابه بالمبدا هيك. اليوم تيريزا، مين اللي بيتحمل المسؤوليه؟ هي مسؤوليه جماعيه، يعني احنا ما فينا كشعب على طول نحط الحق على الدوله وحق على الوزاره وحق على، لا، الشعب عنده مسؤوليه. اول شيء ما عم يطالب بتحسين السلام المروريه، ما عم يعرف قيمه يكون عنده طرقات، اهميه يكون عنده نقل عام. نحن مجرد اذا كان عندنا نقل عام نحن قدام نخفف ضغط على الطريق، قدام نخفف عجقه، قدام نخفف عجيبتنا، قدام نحسن من اقتصادنا. يعني النقل العام اللي هو موجود بكل بلاد العالم واللي طبعاً هو كثير متطور، يعني برا ما بتلاقي حدا عم بيدور سيارته ويروح، كله بيطلع بالمترو، كله بياخد البيوس. وخليني اقول شغله كمان ريان، يعني لانه الوضع الاقتصادي وانهيار الليره وكل شيء صار المواطن اللبناني عم يروح لوسائق للنقل منا آمنة، صح، يعني خاصة على عم يزيد الموتوسيكلات، التوك توك، كل هيدي الأمور بتشكل خطر أكبر على المواطن. صح تيريزا، أكيد ليلة ليالي الأعياد إن كان رأس السنة أو ليلة عيد الميلاد العالم بتروح بتسهر إن كان عند بعضها أو بالمطاعم وبتشرب، وبترجع اكيد معظمها بتسرب على بيوتها، الا البعض ما بيسرب على بيوته. اليوم لهالاشخاص وللشبيبه تحديدا شو بتقولي لهم؟ اوكي، انا بدي اقول للشباب خاصه اللي بيشربوا وبحبوا يسهروا، العارف حاله بده يشرب ويرجع على البيت، يا ما يجي بسيارته
يا اما يكون في حدا تاني معه ما بيسهر او ما بيشرب بالسهره يجي معه، او يطلب اوبر او تاكسي او كل هالامور. الالكول مثله مثل الممنوعات والمخدرات كتير خطر بالسواقه. يعني نحن عندنا بالسواقه اذا لاحظنا في خطر معين او لازم نوقف، السائق بفكر انه هو بلحظه بيوقف، بس هذا الشيء منه مزبوط. يعني هو عنده فتره ليعمل رده فعل اللي هي من سنتين لثلاثه حسب هذا اذا واعي وشاب، وهذا اذا مش شربان. عنده فتره فرمله كمان بين سنتين اذا كان اخذ الكول، بده وقت اكثر ليستوعب ولياخذ ليعمل الخطوه تبعه الاكشن، اللي هي الاكشن يعني اللي هي يغير الفعل. صح، لغير مساره او لحتى يوقف السياره او يزيح السياره. اذا كان اخذ الكول بده وقت اكثر، يعني مش بس بده وقت اكثر، نظره ما بيكون مثل ما لازم، وتركيزه ما بيكون مثل ما لازم. نعم. انا بدي اقول للشباب انه هن مش يعني اللي بيشرب بيكون عم يسوق او اخذ غير امور ممنوعه، مش بس عم يشكل خطر على نفسه، عم يكون عم يعرض حياه الاخرين للخطر. صح، لانه ما عم نسوق لحالنا. طبعا يعني لازم يكون التقيد المسؤولية على حياتنا وعلى حياة الآخرين اللي عم بيسوقوا معنا على الطريق. صح يعني صح. وبنشهد كمان تيريزا بفترة العيد أكيد تقويس وابتهاج بالسلاح يعني، ومع أنه القوى الأمنية دايما بتحذر أنه ما يكون في ابتهاج ويكون في تقويس، ولكن في كتير أشخاص ما بيلتزموا. صح. وعم نشهد ضحايا عم بتروح من وراء السلاح المتفلت. يعني في طفلة بالمدرسة بالصيفية فقدت حياتها نايا بسبب التقويس وبسبب الرصاص اللي عم بيضرب وين ما كان. وكمان من فترة مش بعيدة على عيد الكبير في صبية عنا بكفرشيمة انصابت خلال زياح الشعانين. يعني طب هون يعني مين المسؤول؟ مين بيحاسب؟ مين بيراقب؟ هلا اول شيء نحن اللي عم نجرب نعمله انه نخلي الناس يصير عندها وعي اكثر، يعني بتصرفاتها كان عم بتسوق ولا اذا عم تقوس. يعرف المواطن اللبناني انه هو بالنتيجه عم ياذي الاخرين. له حق ينبسط وله حق يفرح وله حق يسهر، بس ما له حق يقوس ويعرض حياه الاخرين للخطر. نعم تريزا فعلا. فهيدا عم نجرب نعمله على طول مع الشباب، اللي هو تعزيز ثقافة السلامة المرورية وتعزيز ثقافة السلامة العامة كمان بشكل عام. نعم. وهون بدنا نحكي يعني معك شوي عن النشاطات اللي عم تقوم فيها جمعية اليازا لبنان، اللي هي ما بتوقف خلال كل السنة، يعني هي مش بس فترة العيد، ولكن هيك خبرينا عن نشاطاتكم الجديدة. نحن بحملات توعية دائمة خاصة يعني بالمدارس حاليا وبالكشاف وعند الشباب، لن نوعي الشباب خاصة نحن عم نحكي ريان. أول سبب لوفاة للأشخاص والأطفال والشباب بين 25 وتسعة وعشرين سنة هو حوادث المرور. يعني هيدي الفئة من الناس أول شيء معرضة يعني ممكن والخسارة بتوجع، يعني صح، خاصة على الأهل وعلى خاصة على الشخص اللي مجربها يعني على المقربين. فنحن عم نجرب قد ما فينا نشتغل على الطبقة الشابة بالمدارس. نحن حاليا كمان مديرية اليازا تعاون مع مدرسة الرهبات الأنطونيات بكفر شيما، صح، ورح يفتتح مكتبة، وتقدمت اليازا فيها حوالي 5000 كتاب وخريطة وألعاب تثقيفية للأطفال وللمدرسة كمرحلة أولى، لحتى نخلي الاولاد تقرا، نخلي الاولاد يصير عندها وعي. وهيدا كان شرف لنا يعني انه بضيعتنا كفر شيما عم بيصير في مثل هيك مشاريع لنوعي الشباب اكثر حول خطر عدم الالتزام بالسلامه المروريه، وحول اهميه انه يكون عندنا وعي عن هذا الموضوع ونكون نغير بقى هالثقافه الموجوده خاصه للصغار. يعني وهالمشروع طبعا كمان بلديه كفر شيما هي كان عندها مكتبه عامه وكانت عم تشتغل بعده مشاريع لتكون عم تتعاون مع اليازا ومع غير اليازا بموضوع السلامه المروريه. نعم. فيعني بدنا نذكر اكيد انه نشاطات اليازا ما بتوقف، وللاشخاص اللي حابين يعرفوا عن نشاطات اليازا اكثر فيهم يكونوا عم بيتابعوكم اكيد عبر السوشيال ميديا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها، يازا فور رود سيفتي. ونحن يعني بختام هالفقره اليوم هيك
ما بعرف إذا بنعطي شوية تيبس تريزا حول للناس يعني اليوم اللي رح يكونوا عم بيسهروا ويظهروا اوكي. بليالي العيد رأس السنة وعيد الميلاد. الشباب على طول بيفكروا انه انا ما بتعرض لحادث، يعني هيدي معروفه كلنا ما انا ما بتعرض بيقول لحادث. جاي دوري يعني. ليه؟ ليه؟ لانه الواحد بيفكر سقف السياره هو خيمه فوق راسه، فبيفكر صح حاله محمي. صح فانا بدي اقول للشباب انه ما حدا في خيمه فوق راسه، وكلنا معرضين يصير معنا حوادث على الطرقات، خاصه هلا ليه ما في اضاءه، ما في طرقات مظبوطه، يعني نحن كمان البنية التحتية والطرقات ما عم تساعدنا، يعني حتى الطقس ما عم بيساعدنا لانه الطريقة اللي عم بتشتي فيها هي طريقة جنونية يعني عم بتنزل الامطار بكتير غزارة يعني اللي بيكون ماشي على الطريق 5 دقائق الطرقات بتعوم. هيدي البنية التحتية لانه منا مجهزة، منا مجهزة وزيد التغير المناخي اللي عم نقطع فيه. فانا بدي اقول للشباب اهم شيء انه ما يسرعوا، لانه الواحد اذا كان مسرع ما في يعمل ردة فعل دغري، بده مسافة اكبر ليوقف، بيعرض حياة الاخرين. والتليفون يعني ما لحظة، يشربوا ويسوقوا، السيت بيلت، التليفون، الواتساب، التليفون كله أكيد. ناطر. في شيء على الانستغرام كتير بحبه أنا تريزا، أنه المحادثات الطويلة على الواتساب رح تبقى، الريلز رح يضلون ينزلوا على الانستغرام، النيو بوست رح يضلون موجودين، بس حياتنا بلحظة رح تبطل موجودة. لهيك كل شيء بينطر، كل شيء ناطر. ما في أثمن من هدية الحياة اللي لازم نحن نحافظ عليها قد ما فينا. أكيد. وأنا بقول للشباب على طول إنه يسوقوا بمسؤولية، يعني الواحد يعني أنا يعني صار معي حادث لتعلمت سوق بمسؤولية، فأنا على طول بقول له إنه فكروا بعواقب هيدا الشيء، يعني حلو السرعة بس السرعة خطرة، يعني أنا ممكن كان بعرضه حياة مش بس ممكن يقتلوا شخص تاني بالسيارة، ممكن يسبب إعاقته، يعني هيدا كمان شيء كثير صعب. وفي كمان شغله للمشاة على طول على الطريق، خاصه انه ما عندنا اناره بالهيدا، انه ما تمشوا، لانه نحن ثلث الاشخاص اللي بيموتوا هن مشاة او على الموتوسيكلات، منهم بسياراتهم، عندنا عدد كبير من المشاة بيموت. فانا بطلب منهم انه على طول اذا ماشيين بالعتمه انه يلبسوا قصص فاتحه او البسوا البدلات اللي هي لأن متخصصه العالم ما بتقشعكم، لهذا يعني السيارات ما بتقشع على مسافه معينه، يعني مشاد اوقات بكب حاله على السياره بفكر انه لا فيها توقف، وبنقول له كمان انه السياره ما فيها دغري توقف، يعني انا لو كب حدا حاله يمكن لحق وقف يمكن ما لحق وقف، بين مرحله اعمل رده فعل وبين مرحله الفرمله، يعني فهيدا كمان انا بطلب من المشاد ينتبهوا لهالموضوع. ودائما بنذكر شبابنا انه في اماتكم ناطرينكم ترجعوا على البيت، اهلكم سهرانين تانتوا ترجعوا، فبليز يكون عندكم هالمسؤوليه وترجعوا وتكونوا مسؤولين، ومش بس كرمالكم كمان كرمال ما تعرضوا حياة غيركم كمان للخطر. صح. انا تريزا بدي اول شيء وجه تحيه لكل اعضاء اليازا لبنان، بدي اعيدهم بهالاعياد واقول لهم انه ان شاء الله تكون سنه خير وسنه جديده نقطع فيها بظروف احلى. بدي اعيدك لإلك واكيد لدكتور زياد عقل، وبدي اقول لكم ان شاء الله سنه خير وسنه فرح وينعاد عليكم وعلى عيالكم، وان شاء الله سنة تحمل فيها حوادث سير أقل ويكون عندنا وعي فيها أكثر. تريزا شلهوب شكرا لوجودك معنا اليوم، وشكرا لليازا اللي دائما بتضلها موجودة لتوعي شبيبتنا حول أهمية التقيد بإجراءات السلامة المرورية. مرسي كثير لك ريان، وأنا بعيدك وبعيد كل المشاهدين وبقول لهم كل سنة وأنتم سالمين. شكرا تريزا. مشاهدينا نحن رح نتوقف لبريك صغير ورح نرجع نتابع مع فقراتنا وضيوفنا، خليكم معنا.